من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشر كان عوحك باللابنية باللوغة سورة الأحزاب، وحونا كجوة إن شاء الله تعالى آيادة تضمئة وطبنادة إسلا سورة ده. سورة الأحزاب وسورة مدنية مدينة أي كسو دكتي سورة مدينة كسو دقانا، وحي أبدايهن إني كهدران أحكامتها لو يقانو فروع الشريعة، يعني وحي دولة الإسلام كالغو نقلها فرد يهدي ويهي يهدي ومجتمع يهيبه. قصص كا أمده هوريكو مبضنا وحي كهذا شاء أمد محمد يدا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ركون سوه جرودي وحي كدن بيه وحيابه دعي ودقال لدي إيه أي كمديهين أحكام تاسي أي كهذا شاء انتبضن إما قصص كاسي. يا أيها النبي النبي الله اتق الله الله كعب سوء ولا تطيع هاطيعين الكافرين قولا ذا قالوا ذي هاطيعين وقال لماذا مجستي والمنافقين قولا ذا منافقين تانا هاطيعين وقال لماذا قرصني. إن الله الله كان وحو هذا عليما من علم بضر وحكيما ما بالوناكس واتبع راع ما وحيوحا لوحيوني إليك أذيك اللي هو وحيوني من ربك حق ربك لك وحيوني. إن الله ألا كان وحو هذا بما تعملون وحاد سمين إنسان خبيرا منك وتوكل تلصار على الله الله تلصار وكفى وكفليه بالله الله كفرا وكيلا من جهة تلصار شو باللوغة سورة الله وحكم الله سبحانه وتعالى توجيه وصينا يا رسول كيس عليه الصلاة والسلام مؤمنين ترى تابع بيئيهنه نعمت روح الله قال انت اي لأك تهي أي اللي دون يا تقوى دي سيء اللي كعبس جي سرى إنه لأك هذا عد الله النعمة يا بني آدم عد أقول نعمة بضان والرسول عد إله الدين كسو دجي الرسول كان يقول نعمة ماشي قد بيساء يقول نعمة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء ذا اللي نعمة يا سوى كمذا أي هذا الزيادة وتي زيادة وتينا وحوية أنبياء ذا كالوردان يا مخلوق وردان أي إله كفضل بدنيسية كان سريسية مرادي أي سيدة تهي ده شكري جيد إنو قتو نعمة داسي أي واجبة شكري جاسنا وتقوى يا الله إنو كعب صدو كي إله وكتو وجيهنا يا رسول الله النعمة دا لقو قال شكري جيد قدو اتق الله الله كعب صدو الله كعب صدو وحيابها كوو كالمين يا وحا وهر يا اتكستو مفسدو فساد ودائنا دور كدقي سنين نبي الله موسى عليه وعلى نبينا صلاة والسلام مروا ميل آده يي كتابك تورادها وسوق آده يي يا ريبان إسرائيل وحوكا قدتها نبي الله هارون ولدر دارمي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أيوكو لدر دارمي مفسدين دادك ماشي جوغي ريبان إسرائيل غارنوا مصلحين دادوان أكسن دادنوا غارنوا مفسدين قولا مفسدين ورهكا لغي سنين آيادنا إلا معيان نعمانتها آياد داسي وإله أولي هاي قولا عاسي قرودي منافقين او قال لما دا قرسان ايو ايو قال لما قولا بوجسان ايو مدنا ورهكا لغي سنين تلادو دانا هاييني لقويا وحانا هاي موضان وحا ايكو تليانا عدو تنما ايو اينا يدين تن لقويا وبيدون ايان فاركا ورهكا لغي سنين ارنكا سينا وحيا بها كوو كالميني كرا وحا كمي دا الهينا تلسارتو ارنتا دانا ربي والا سعضايه. يا أيها النبي النبي الله اتق الله الله كعبس ولا تطع ورهك لغيسن إنه أطيع الكافرين عد قال لما مجستيه والمنافقين عد قلبك كقالوا ذي إن الله اللي كان وحوه هذا عليما من علم بضر وحكيما ما من ونكسا واتبع راع ما وحيوحا لوحيو ذي إليك أذيك اللقو وحيو ذي من ربك حق ربك دين تلقى قسو وحيو ذي تسرع. إن الله اللي كان وحوه هذا بما تعبلون وحا أصمين إيسان خبيرا مدعوك وتوكل تلصار على الله الله تلصار وكفى وكفليه بالله الله كفلا وكيلا من جهة تلصار شو سيا كفلا وحمار ودنك يا دفاعيا نفعنا كسينيا.
ما جعل الله ألم أسيئ للرجل أن أسيئ من قلبين لب قلبي في جوفه قدهيسا وما جعل أسيئ للأزواجكم حاسسكين الله تي حاسسكي تظاهرون أظهار إيسان منهن حاسسكاس أمهاتكم هويوينكين ألا كبيلين وما جعل أسيئ للأدعياءكم شيقتذيننا أبناءكم ولشنك أسيئ ذلكم أرمهاس قولكم هذا الكين ويب أفواهكم أفكنا أذكر هذا شيء والله ألا يقول وحكو هذا الحق وحرنا والله ألا وهو ألا يهدي وتوسني ذاتك السبيل وضد ونكسن أيك توسني ادعوهم ويرى لآبائهم ذاتك ضلئ ويرى يا أبيا شودا فإن هو سداسي أي أقصد عدالة بدن عند الله إله أكتي فإن لم تعلموا هدي ذنقرنين آباءهم أبياش وضا فإخوانكم ولاليه نوية في الدين الدين كي ولاليكم ويهين ومواليكم المعذير هذه نوية وليس ماها عليكم دشي نبدا يكسوا بانتهاي جناح ذنب فيما وحا أخضاءتم أذكو قفتين به ماغا ولكن ما شيء يدشي نأتعمدت أي قسدي قلوبكم قلبكين وكال الله الله وحوا هذه غفورا من ذنب قرافي رحيما نحريستو توجيه إلى المؤمنين توجهين أي وضع وحن لي رب سبحانه وتعالى سندح الرماد والجاهل أي كنا غم يجرين باطل ويوانا بين سيدنا وحيابها حرام تاوحا وهرية كذب كأي بين ذنب يوردن بين أي كبير الله وضع ويو شرك أي قال ماذا وابين إله لغا بين شيء يوي سبحانه وتعالى كالروحا إنو بين شيء وابين وكو هذلا شيء من هي حرام ويان والله أقولين سدح الرمادو أي كهذا اللي جرين إسلام مركا أنا كذب يبينها أي رب النهيين يا سدح هذا الرمادو أرنك وهر وحوي تذكى قال يا وحي شيئين جرين إن أي لبق عقل لي هنا يو هبل تذكى واقع عقل بدني هيو لبق قلبي بولي هي أي شيئين جرين كو قل هذا سلال وشيء يا وحكم إذا قال هير قلش كم إذا وحكى لو سمعين جرين إسلام هذا أي ظهار وحلي يرهذا كسمينين ظهار روح ويننكا إنه حاس كيس كويرهذا هو يدي إذا دقت هاي ما هو يدي نبر كذا دقت هاي سلا سنا فريتان عمل به هنجرتي أرنكاسي حرام ويه ولو حرام نمدي سوى كبيرة سلا عن سورة المجادلة قلت جدنا إن شاء الله تعالى وذنوب تواوين يكمدي هاي أرنكاسي دحات تبني وحلي يرهذا جري جري تبني كان وحوا ها عارق آذن دالين وعارق آذن دالين شق آذن كله هين أي واحد لا هذا هي دويل كي جبات هاي أصلاً محله ويل كي جبان هاي خلاص ويل بعد كده يعني أذو كوا أبترسنا يا ماشي أبيه وكو أبترسنا لها يادت كي دالين أذو كوا أبترسنا يا إن هبل ويا للي هاي هذا عمر خد ما تنا دت خاكو نحلا يا يكمل دي هاي ويل شاد يكمل دي هاي أرين كاسنا باطل ويحجر ما حتى الرسول كأي سمي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة نبي النمذا هرت هذا أي سميي إلى أن سو هجرون أي سورة أي سود دقي سينة تبني قاسي بوجر الرسول هو سمين أي زيد بن حارثة صحابي الذي هجري أي أسوى يرى يا مدينة يا يوم كيمي وحا خديجة على هيد خديجة سيسي الرسول عليه الصلاة والسلام وركاس ويل كنكتي زيد بن محمد أبن لؤي قاني وأنا زيد بن حارثة حتى واحد جري أبي يا ذير كيسا مر ويميد واحد يرى هذين نرع وإذن مرة مويرة وإنت الرسول كرسالة ذا القسود الجنين وعجر محمد أروى أبي خلاص مرة إذن ربه زيد بن محمد بن اللي يجري أرن كاسو رب النهيين يا إسلام كان نسخ يا واحد جري إنه سماهين سد حضاء الرموت أي ربي أي كهذا اللي جري انتك أي نهيين يا كذب يبين إن أيتين وشيعية، كسر ربي تبني كسي هذلا يقول ليه، ورقولا داسي، هرتا الروح والبروح دلاء وآباء، إتكلى آباء من نقولكرت، آبه عليك كل دلاء سوى كسر قاضي عذانا هنا آباءك من نقولكرت، ويه، أذكر كآباء والوشيعي كرا، وأذكر كذا آباء هذه أثر هذا نبملي، القرآن كم هو كشيعيو، سورة البقرة وحنكسر مرنا النبي الله يعقوب، الله دردار ميو. أروتي سويلش سلطر ضربيو ما تعبدون من بعدي بويدي كسوحي لهذين نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد إبراهيم نبي الله يعقوب أوجي وي إسحاق نوى أبيه
إسماعيل أبيه معها وأذيرك حتى أبيه إسكو هو يما هيكل هو يهايين مركي أذيرك إسايا وحي كشيغين أبي كشيغين أرن كاسين دلبن نهيرين مركي أذيرك أبو والوشيغي كرا لكي أبيه كدل معها كان سورة بيوحو ليهي ادعوهم لآبائهم قولا داسي أبيه دشي أبيه دلي ويير وفلان بنو فلان هبل بنو هبل دهال وهذا أبها قران إيسان سيد زيد بأبيه لو يقانو حارثة أبيه وها هدي أيضا قراني من أبيه ودعانو المالا لغسوا هلي أيوه هاي وأبيه ما بل يقانو تولالك نوي دين تهد ولالك تهين ولال لها وإن أذير لها إن أذيرك نوي سيداسي أيانا توصلوا عدالة صحكوا سيدا وحي آنا هين عدالة إن لقرب مريع ينقوني إلهنا وحي آد قفتان إذين ما هيستو واحد قفتان لبقى يبون نقونيا وحي إذن انتو سنسود دقين دادك أي كون نقمي جرين لإذين ما هيستو خلاص وحاكرو أن لإذين هايسنين وقف نقونيا أدقو هبل إنا هبل كي نالينا دوير تدونيو هدو عربك كاقرنعو كي أدو براتي إنا دكو شاكتو وزيد بن محمد هدي آتر هدو عربك كاقرنعو تارا لبو ما هيستو لكن وحي أقصد إيو النسك إن الخلافتو أدكو تلقشي كاسا لغوهيستا ما جعل الله ألم أسيّل لرجل ننمذ أسوغيها من قلبين لبا قلبي في جوفه قلبك قده سنة أبسوغيها وما جعل أسيّل أزواجكم حاسسكينا اللاتي حاسسكي تظاهرون أدكتنا نيسين وهو يدين أدكو شبهيسين منهن حاسسكاسي أمهاتكم هو يمكن ربي كبيّل وما جعلك مؤسيل أدعياءكم شيقة دين أبناءكم ويلشين ربك مردين ذلكم سد حضاء الرموض قولكم هذا الكين وي بأفواهكم أفكين أذكر هذا شين وابين والله الله يقول وحكو هذا الحق حق يهرمتو كهذا وهو اللي يهدي وحكو توسيني الضدك السبيل ودد ونكسد ادعوهم قرد شيقة دا وحد ويدام لآبائهم أبياشي دالي هو أبياش إن أبو يدان يا أقصد عدالة بدن عند الله إله أكتي فإن لم تعلموا هدين قرنين آباءهم أبياش هذا فإخوانكم ولاليهن وي في الدين دينك ولالي ذكويهن ولالها ومواليكم المأذير هدين وي إن أذيرنا وليس ماها عليكم دشي نمدو كسوغن يهي جناح ذنب فيما شيء لحدي أخضاتم أذكو قفتن به شيء ولكن ما شيء يا كركينا والرب إذين قبنايا تعمدت أيوقا سدي قلوبكم قلبيين وكان الله الله وهذا غفورا بذنب قدافين رحيما نحريستو النبي أيا أولى كحيقا بالمؤمنين مؤمنين توحو كحيقا من أنفسهم نفتوضة وأزواجه حاسس كي سنة أمهاتهم مؤمنين تهو يوين كودي وي وأولو الأرحامي قرابتك وأصاحبك بعضهم قاركو ذا أولى حقا ببعض قارك كلا في كتاب الله إله كتابك نحدي أيه كحقا من المؤمنين مؤمنين حال أيهين يو المهاجرين مهاجرين إلا أن تفعلوا إن أصميسان إلى أوليائكم شيقة تدين معروفا وحونا أكسن كان وحو هذا ذلك أرنك في الكتاب لوح المحفوظ مصورا مثل قرأ أرنك أن الله أرموض أي آياتنا ربك الشيخ يا سبحانه وتعالى أرنك هو روحه ومنزل هذا رسولك أجوه ومؤمنين أجوه منزل هذا رسولك أجوه هو بشر بن آدم إلهنا معها ملك معها جن معها وبشر وبن آدم وإن هبل هبل هو اللي يقانو قرشية ويهي هل كاسي وحا ماشا كبا حيا إلهنا ما إيو تصرف إلهنا وحشق كليه ماشا كبا حيا ويهي مع ذلك بن آدم كأردن وكسر ريا بل مخلوق أردن أي كسر ريا سيدا درت هذا الروح وهي شيء حيقو شيء قلو محوها أي اسكو حرينيهين إسلام مركارا وكوب خيل يو وحك حيقا أسان جيري نفتي سوي سيدا اللي يقالو عرور عرور يا حاسس يا وحاسي مركا للذين هاي واي أرندو هذي أتكاتو قفك نفتي سوكو دقالما وايهي هذا النفط هذا وح كاحجة وسنجرين وربي وحليهي رسولك النفط هذا كاحجة وايو النفط هذا هدي أي هلاك سنتوي دباتو ماشي أسعتي أول ما دي ماشي أي لكن رسول هدي لو وايو هلاك الدنيا يا هلاك آخر الله ماذا هو نعيا رسولك وح وكو جلينا وح مخلوق وكو جلينا
waayo xiriirka adiga iyo ilaah idin dhaxeeyo weeyaano ilaah meesha u maraysay ee alla kugu xiriiray wey marka wuxuu ka sareeyaa cid kasto oo adiga kugu xiran oo ehel ku ah bal naftaadu ka sareeyaa naftaadu ka sareeyaa macnaheedu waxa weeye rasuulka hadii uu nool yahay markuu nool yahay dhibkii soo gaari lahaa naftaada inaad u dhigtaa waajib ah oo naftaada inay dhimato iyo rasuulka in dhibaato la gaarsiiyo waa inaad horumarisaa naftaada inay dhimato rasuulkana uu badbaaday calayhi salaatu wasalaam sidoo kale shareecadiisa rasuulka sharciga uu la yimid iyo adiga doonitaankaada waa inuu sharciga horeeya oo haddii sharcigii rasuulka uu la yimid inaad ku dhaqmato dantaadii adduunyana aada samaysato ay kuu suuroobi karto isku wado wax la ogol yahay wey haddiise arrintu ay noqoto mid un ka tag imaa waddadii rasuulka ka leexo naftaada badbaadi ama adduunye badbaadi imaa adduunyadii iyo naftaadii ha halaagsamaane rasuulka calayhi salaatu wasalaam tashriici iyo sharcigu la yimid badbaadi labada haddii ay kuu joogsatana naftaadii intaad xagga dhigato inaad sharcigii badbaadisaa waajib ah oo sharcigii aad ku dhaqanto marka rasuulka wuxuu kaa xigaa cid kastoo ku xigta cumar bin khadaab radia allaahu canhu ayaa rasuulka u yimi wuxuu ku yidhi rasuul allow wax walbo ilaah u abuuray waa kaa jeclahay ilaa naftayda mooye naftayda mooye wax kasta oo alla u abuuray caruurtayda xaasaskayga qaraabada dad wax walba adaan kaa jeclahay ilaa naftayda mooye rasuulka wuxuu yidhi laa yaa cumar may weli iimaan ma jarumay wuu ka tegay mar dambe uu soo noqday wuxuu yidhi rasuul allow xataa naftayda waan kaa jeclahay alaana yaa cumar buu yidhi alaana yaa cumar cumarow haddaad mu'min rasmi ay tahay marka rasuulka waa inuu cid walba kaa xigaa naftaada waa inuu kaa xigaa xigitaankaasi waxay axkaamta ka dhalanaysaa waxaa ka mid ah xaasaskiisa hooy mu'miniinta oo dhan hooyay u yihiin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaasaskuu guursaday oo dhan sagaal buu ka dhintay qaarna isagay ka hor dhinteen oo khadiija ka hor dhimatay muxuu ahaa rasuulka xaasaskiisii oo dhan mu'miniinta hooyay u yihiin ruuxii yidhaahdo rasuulka xaasaskiisa xaas ka mid ah hooye iima aha diintuu ka baxayaa khalaas waa gaaloobaya waayo aayad qur'aani ayuu toos u beeninhay ruuxaasi hooyanimadaasi waa xagga ixtiraamka iyo xurmada ay kugu leedahay kow iyo guurkeeda inuusan bannaanayn oo rasuulka gadaashiisa cid guursani ayay jirin iyo xurmada ay kugu leedahay sida hooyada ixtiraam iyo xurmo iyo jeceyl ay kugu leedahay yay xaasaska rasuulkana kugu leeyihiin he cid guursanina ma leh rasuulka gadaashi laakiin waxayaan hooyadaa kala mid ahayn xagga khalwada iyo inaad meel cidla a la joogto dima bannaan hooyadaa ilaa labadiina keliya meel wada joogi karaa labadiina keliya wada safrayaa sumaha dee xaasaska rasuulka sidaa maaha jaanibka ajnabi ay kaa yihiin oo muxuu ahaa hooye kuma aha laakiin xagga ixtiraamka iyo xagga inaadan guursan karin oo guurkooda xaaraam yahay dhankaasay hooye kaaga yihiin arrin labaaduu aayadda rabbi ku sheegaa waxay tahay waxyaaba waagii hore jiri jiray ayuu nasakhay uu baabi'iyey waxaa la yidhi xaliif baa jiri jiray yacnii laba ruux siduu rasuulka sameeyey calayhi salaatu wasalaam qoladii soo hijrootay ee maka ka timid ee madiina timid waxay ahaayeen dad lasoo dhacay oo xoolahoodii oo dhan shilin aan ka wadanin bal caruurtooda qaar laga reebtay oo ayagoo keligood ay soo lugeeyeen qaar baaba la dilay qaarana inta la qabtay la xabsiyey oo meeshii lagu reebay dhibaato badan ayaa ka dhacaysa hijradaba ayaa sahlaneen maka iyo madiina dee ruuxii xajiya way yaqaanay aad bay u kala fog yihiin 500 kilomitr oo qaxar a weeye oo dhagaxa muxuu ahaa qafre ah biyo male meel la ista waa dee hadda waa loo sameeyay laakiin wax ma jirin waagii hore buura dushoodaa la soconaya meeshaasi ayaa iyagoo waxba haysanin yay kusoo lugeeyeen muxuu ahaa kusoo hijroodeen marka ay soo hijroonayeen qofka naftiisu la cararaya hadduu nin yahay naftiisu la cararaya hadday gabartayna nafteeda lasoo cararaysa iyagoo waxba haysanin ayaa maka madiine la isugu yimid madiine haddii la isugu yimid rasuulka wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam maamul wanaagiisa ayay ka mid ahayd qoladii reer madiine ayaga dhulkooda ay degan yihiin oo dee waa nabad qabaan oo dhibaato kuma aydicima ayaan hijroonin teeda kale qolada reer madiine maka waxyaabahay ku dhaameyna waxaa ka mid ah madiine dee waa dhul beereyd oo dad beero beertay ahaayeen oo timir iyo waxyaabay beeran jireen ganacsina waa lahaayeenoo xataa shaam bay uga sii dhowaayeen oo ganacsi fiicanna waa lahay lacag bay lahayen waa nimaan iska ladanay ahaayeen rasuulka wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam nin muhaajir ah
iyo nin ansaar eba uu walaaliyay walaalimadaasi macnaheey keenaysa waxay ahayd xoolaha inay qaybsanayaan oo ninkan ansaariga xoolaha uu leeyahay muhaajirku la qaybsanayay wariyada adduunyada wax sidaa sameeyoon ansaar ahayn ma jirto adduunyada wariyada ma ayaan soo marin deeqsinimo noocaasi dee ansaar waxaan ahayn oo sameeyay laba arko sidaa darteeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray أنصار وفنانات أن هوسك قبوا شعار شعار وحليل هذا جرن كهوس تأتك قبته غير أنصار وجرن كهوس تأنك قبوا ضد كلامنا وجو أجربها إيسارا مؤمنين تكلم يعني عدول بوي جحيان بديج ويهي وحيا ما يسمعينا وح كم إذا نك أنصار إذا أنتم نك مواجهك ويا الأول عليه حلي يهي حوله الله ما قيم أنتم كده حلي يفيري لو هذا قيم نده أديك كل عجب جري سقاط لبا حاس دوق بالله ما ذي حاس حلي لبا حاس فيرسه tan adigu aad u jeceshahay oo aad ma aragtay aad ku qancayso taas aan ku furaya noocaas ay sameyn jireen adduunyada wax sameeyay weli ma ayan soo marin reer ansaar waxaan ahayn haddaba dadkaasi walaaltinimadaasi waxaa ka mid ahaa inay isku dhaxlaan oo ruux labadan ruux ay walaalay rasuulka u walaaleeyay nasab kama dhaxaynin laakiin diinta walaalaysay soo ma aha mid hadduu dhinto ka kala dhaxlayay oo xoolihiisa sudus buu ku dhaxlayay أرينا سورة بن نسخ يا مرك أوليها قولة المهاجرين يا أنصار نمو ليس كبار نحلي بس نحلك واجب سدي لا وحقا حب الله يا شيء سا أي سورة وحي سورة تيشان كي سنة كي شراد هجرة سنة كي شراد هجرة أنا وحقا ديدت كتور ما يشانو مهاجرين تلفت وضع شقة في اللابين وبيريه يوحب يكشق يستير وضد وحقا سكو في لرين وده وفي عنادين هدي في عنادين أرنتي برب النسخ يا سبحانه وتعالى النبي النبي أي أولاحق بالمؤمنين مؤمنين تبحكحق من أنفسهم نفتوضا وأزواجه حاسس كي سنة أمهاتهم هو يوين كودي وي ولول أرحام رحم ككبا أصاحبك بعضهم قاركوضا أي أولاحق ببعض بإرث بعض قارك كلا إلي نحلان في كتاب الله كتابك الله يكحقا من المؤمنين مؤمنين مؤمن ما إن اللي يسكون نحلو أي والمهاجرين مهاجرين ما إن اللي يسكون نحلو أي كحقا إلا أن تفعلوا إن تسمعين إثنان مية إلى أوليائكم قال هذا والرسول كولا ليه معروفة وحوى ناكسان إن أصمعين مية وحوى ناكسان دوا في السحنية كانوا وحوى هذه ذلك حكم كافي الكتاب كتابك الله وحوى المحفوظ مسؤورا مثل القرين واذكر ذلك أشياء إذ وقت أخذنا أن قبرنا من النبيين النبياش وحكا قادني ميثاقهم بلن كودا ومنك أدق أنك قادني ومن نوح النوح أنك قادني وإبراهيم أنك قادني وموسى أنك قادني وعيسى أيان كقاضي عيسى ابن مريم إن مريمها وأخذنا وان قاضني منهم أنبياء سوى حن كقاضي ميثاقا بلا غليظا هذا ليسأل ربي إلو ويديه أيونا أو كقاضي الصادقين وكم رنت الشيء عن صدقهم رنت هذا وعد وحود دياري للكافرين عدة قالوا ذي عذابا عذابك أليما كله هل كان لا إله سبحانه وتعالى وح نوع دين يا أنبياء دي سبلا إنه كقاضي رمان قاطبة أنبياء داسي وحا كمدها شن نبي أولو العزم اللي يقانو أنبياء دا شن تأغسر ريسوي شن تاس النبي لبجر أي قرآن كا هل آيات كو جمعية ربي سبحانه لبا آيات كو كلا جمعية آيات بدن ويان والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي إبراهيم نبي نوح نبي موسى يا نبي عيسى شن تاسي أولو العزم اللي يقانو سورة الشورانة إلا هو كو جمعية شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شنت نبي بجمعية لبدا جير أي قرآن كجمعية شنت نبي شنت نبي أولو العزم قال له يغني أنبياء وصر ريو أنبياء بلنك لقى قادة إيه كبدا هاي بلنك لقى قادة بحوها أنبياء الدين أي الوسو دجي وحي تذكي إني قارسيان أيانا الواجبي دي قارسين تاسي أي بلن لقى قادة الواجبي oo sida salaada cisha ay waajib noogu tahay ayay anbiyaada waajib ugu ahay dadku dacwada loo soo dhiibay inay gaarsiyaan way yahay xikmadii ku jirtay maxay ahayd liyasala saadiqina aan sidqin haa cidii run sheegtay anbiyaada ugu horeysa way gaarsiyeen oo run bay ku sheegayaan qoladii la gaarsiyay ayagu ma qaateen oo run ma sheegeen hadaba anbiyaada run waa bay sheegeen oo warkooda waa cad yahay oo qoladii warka loo geeyay ee bini aadamka ahayd qoladaasi cidii run sheegtay ee qaadatay anbiyaada wixii loogu soo dhiibay runtoodii ayaa laga abaalinay cidii caasi garowdayna cadaab buu rabbi u diyaariyay
واذكر ذلك أشياء إذ وقت أخذنا عن قاضني من النبيين أنبياء وحن كان قاضني ميثاقهم بلن كودي إن الدين تدرك جارسيرا يعني أنبياء أيو شن كم إذا سجارة هان رب أشياء ومن كأذى يعني كان قاضني النبي محمد ومن نوح النبي نوح حن كان قاضني وإبراهيم إبراهيم يعني كان قاضني وموسى يعني كان قاضني وعيسى يعني كان قاضني عيسى ابن مريم إن مريمها وأخذنا وان قاضني منهم أنبياء سميثاقا بلن غليدا أذك ليسأل ألا إنه ويديو درت هذا ينقى قاضي الصادقين كوبا رمت شيء عن صدقهم رمت هذا وعدوا حدود دياري للكافرين كوبا قالوا بي عذابا عذابك أليما كرر يا أيها الذين آمنوا مؤمنين يذكروا حصوصة نعمة الله إلهي ونعمتيس عليكم دشينا وإذين نعمي إذ وقتمون إذين نعمي جاءتكم إذين تمد جنود عظم فارسل الله واندرنا عليهم عظم داسي ريحا ضبيل وجنودا عظم ولم تروها إذن أركين وكان الله الله وهذه بما تعملون وحاد سمين إيسان بصيرا من أركيه إذ وقت بؤذين نعمي جاءوكم إذين يمادين من فوقكم حق النسرائي ومن أسفل ميل هوس منكم إذك إذك هوسيس وإذ وقت أي إذين نعمي زاغت أي اللي حتى يالا بصاروا أرقا وبلغت أي قادة القلوب قلبيالا وذنيالها الحناجر لونت أي سوقارين وتظنون أدو ملين إيسان بالله اللي أظنون هما ملوين كانت تكسن هناك وقت قاسي أي أبطلي لإمتحان المؤمنون مؤمنين وزلزلوا والله لي زلزالا لوليت شديدا إيدرا هل كان إله سبحانه وتعالى وحكو الرمي يا سورة قصة دائكم عبانتها سورة الأحزاب أحزاب لفظك معنى جمع حزب أحزاب وجمع مفرد كيسنا وحزب حزب معنى سنة إسبهيسوي يعني ضدنا يسوط تقان وفكرة اسكو وافقان فكرة دائنا وذا فليان وذا سميان اسكو وافقان يا حزب اللي يرهده ويهي فكرة اللي اسكو وافقه لما من ويان فكرة إله رالي وكيهي هذه اللي اسكو وافقه ورائك حزب الله ألا إن حزب الله هو المفلحون يا فكرة دين تقل ولد قال لبه اللي اسكو وافقه ورائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هو الخاسرون لما لا حزب وبانك جرته الدوية هذا قلنا أحزاب وحيا هيا قلنا إسا صوبة هايستي إسلام مركا أنا كنت لقلي مدينة وحالة وحي مؤمنين يجوغي إنا عكت مريان وباب إيان رسولك يا أصحابك يا عدنا عرورك يا هوينك عدنا بأي كتير سببك أرنك هكيانين وحوها دي رسولك مركو سوه جرود عليه الصلاة والسلام هل سنة مركو جوغي سنة كيلابات وأكو يسود لهن قريش وبدر لقول دجال الله ما يأي كجبين ودبعت هذا أذكر نعلي سنة كي حجاس الدح هذا يسود لهن هدنا أحد دجال كذا يا دعي دجال كاسين دبعتهم مؤمنين تسوق قالوا يحتر رسولك والله دخل عليه الصلاة والسلام لكن قابتي أيق أوهر مؤمنين تأوهرني أحد قابتي والله ذكر وجه دومين هدي أيق دومين قال ذي لهن قريش يا عرفتي أيق وبإسكم يردجن يا واحد عضي رسولك يا واحد اسكون دعي عليه الصلاة والسلام قرادي غير يهودي من مدينة دجنين سدح قلاي أهين مدينة قاية يهود دجن بني قينقاع قل لي يرادو يا بني النضير قل لي يرادو يا إيه بني قريضة سدح رقية بيا هين قل بني النضير قل ذا لي يرادو أحيي بن أخطب نين لي يرادو أتريني صفية الرسول وجرسن دون عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين تكمل كاهين أبه هذا ويحييه ده يا بني النضير بيهاين قلنا ذي هاي بني النضير أونك هم بدأ حدوها أيه وحي دمعين أرد مركو الرسول كسوه جرودي غير يهود ويسوع يهرب مؤمنين نقدا نما يهودين تنا الرسول بنا هيدين تنا ولا يسوع دي دين تنا دوا معها عام ويانا وح عرب خاصة ما هي مؤمنين نقول نقول مين يجي لهذي وركادر يجي لمين ما نقول إنسان مياه أضبه هل أن عهدي أن كلا قرن يبلن هو جاي بلن كاسي أنا وارت يارنا سبول مني أنا وحبي إذا يجي لمينه إذا كان وحبه إنه يجي لنا واحد لبعض اللي يلا هذا نسوا جالسينينه كم إذ أنا قد نت لبعض ثاني هصور راعنا ومعها أنا قد لبعض عد وضع معها سول وينينا هصور راعنا سدحات مدينة دو وذا دجن هي أو ذا الدفاع عنه وهذه مدينة الله صوره أن وذا الدفاع عنه بل من نوع عساء يكلقاتين رسولك عليه الصلاة والسلام يهر يهود سدح ذو القيبة
qolada balankaas oo meesha yaalo yaa waagii markii dhibaato ay soo gaadhay Uxud sanadkii 3aad ay saxabtu iyo rasuulka dhibaato ay soo gaadhay qoladii reer yahuud waa bakireen yahuudana dabeecad ugu yaqaan weeyaano markay liitaana balan ay kula gelayaan oo balankii inay oofinayaan iska dhigayaan laakiin maalinkay wuxuuga isbidaan wax balan uu yaalo labaarku khalas dabeecad ugu yaqaan way kibreen sanadkii 3aad sanadkii 4aad laga soo gudbay sanadkii 5aad sanadkii 4aad aakhirkiisa ayaa waxa dhacday laba nin nin saxaabi ayaa laba nin dilay si khada uu dilay ana qolo kale uu mareeynaade sida uga fakatay uu dilay haduu dilay labadii nin qoladii uu ka dhashay ayuu rasuulka wuxuu kula ballabay inuu siiyo diya qolada reer bani nadir ayuu u tagay oo wuxuu ku yiri dadiyada nala bixiya waayahay diyaar waa bixinayna noo fariiso waa tashanaynaay derbi meeshan hoostiisa ay dhaheen meeshan fariiso waa tashanaynaa asagoo dhowrku asxaaba la socdo xaggay u baxayna waxay yidhaahdeen dhagax weyn intaan la qaado kor meeshan derbiga la fuulo hadduu noo degan yahay madaxaan kaga dhufanno haba dhintee waayahay yaa yeela anaa yeela waa mid baan ahay mid baa wuxuu mid kale wuxuu yiri waa khaldantii ninkaan waa loo warrama balaay u warrantaa haddaad waxaa samaysaan haddaa loo sheegay inaga daaya maayna waxaa ku jira maanta looma warramay waay sheekadii ayagoo wadaa barakul jibriil aaba soo degay rasuulku waa u sheegay waa ka dhaqaajiyey hadduu ka dhaqaajiyey weerar ayuu ku soo qaaday ila ballankii waa buriyay rasuulka ay dileen baabi doonayeen soomaaha xisaaru ku sameeyey isdhiiba waay hay waa isdhiiba guura mana la deganaanaysaane waxba la idinma yeelay laakiin guura way guureen yahuud kaloo khaybar meel la yiraahdo deganeyd ayay u tageen xuyay ibnu akhdab aanu hoggaaminaya meeshii markay tageen yaa xuyayigii iyo qolo uun yahuudda madaxdeeda ay isu tageen waxay yiraahdeen war ninkan horta muxuu ahaa carabta aan ku dirno wafdi ay direen reer quraysh ay wafdi u direen waxay yiraahdeen ma yahow ninkan waxaanu sameeyo annaga waa nu soo eriyey kow idinkana waa ka idin laayay leyla wanahaaranna waa dee weerar buu idinku wadaayo hadduu xoogaysto loo noolaan maayo aan iskaashanne aan reer madiino dhan aan baabi'inno reer madiino rag iyo dumar caruur waxba yaadna ka soo tegay cagta aan marinno waayahay waay reer quraysh warkii qolo qadafaan la yidhaahdo carab kale ayay u tageen warkii ka dhaadhiciyeen kuwo kale utay adigu dhowr yaa iswaafaqday duulaan waxaa la soo kun nin oo ciidan ah ayay diyaariyeen madiino waxaa joogo dagaalami karaana waa 300 oo nin keliya madiino dhan baa dil isku dhabqiyo madiino maca caruurta hadii lagu daro kun hadaa ma dhannaba waxaa dagaalami karoona 300 keli waaye waayahay kun ciidan ay soo diyaariyeen oo waagaasi hubka lagu dagaalamay khatarta ee ugu daran wuxuu ahaa fardaha intaasoo fardadooda ay wateen ugu dagaalamayeen asoo duuleen haddii ay soo duuleen rasuulka warkii buu maqlay calayhi salaatu wasalaam madiino gudaheeda waxaa degan gees ka mid ah waxaa degan yahuudda qayb ka mid oo weli aan la fiijinin bani qurayda qoladeed la yiraahdo ayaa degan bani nadiir aan la fiijin bani qurayda degan meesha bani qurayda ballankiibay ilaalinayaanoo ilaa xad waa roon yihiin marka ayagu ciidankii haddii inay soo socdaan la maqlay ciidan intaa dhan rasuulka wuxuu isugu yeeray asxaabta odayaashoodii uu la tashaday isaga yeelna asxaabta waxaa ka mid a nin salmaan la yiraahdo salmaanulfarisi reer furus uu ka yimid reer furus kun sano ka horay dowlad ahayn jireen yani way yaqaanaan dagaalada iyo dowl carabtan moogtahay ma ayaan aqoonin ayaga dagaal iyo in un la isweeraro geel la kala dhaco sida soomaalida kale soomaalida kale mooyee magaalooyin dhul ku dagaalamo ma ayaan aqoonin magaalo kuma ma ayaan lahayn laakiin qolada reer fursaa weligood dowlad ahayn jiri oo dagaalka yaqaan haddii la tashaday ninkii salmaan ahaa ayaa tala soo jeediyay wuxuu yidhi rasuul allahu calayhi salaatu wasalaam annagu haddii tan oo kale ayna qabsato waxaan samayni jirin uu yidhi magaaladaba godanku wareejin jirnay si meel loo soo ilaa diyaarada ima jirin moogtahay waxa ugu xoog badan faras waaye faraskana dee hadduu inta ka booda meeshaas ka badan ma gaari karo god deer kama boodi karo god faraskana uusan ka boodi karin wixii galana uusan ka soo bixi karin yaan qodi jirna saa aan yeelno waa yahay madiino waa aragteene jaanibka maka looga yimaado buuro waaweyn ayaa ka xiga weliba buuro shiil madow ayaa ka xiga oo waxba uusan ka bixin oo dhagaxan madmadoo oo adadaga faras kuma dagaalami karo oo meeshaas dagaal kama suuroobo meesha keliya ee madiine laga soo geli karo dagaalku waa dhanka Uxud dhankaas carra ah oo lagu dagaalami karo
laba buur oo uxud ka sokeeyo caayir iyo kala yiraahdo thor iyo caayir dhaxdooda aan qodna yiraahdeen halka aan xirno inta kale ma bal soo geli kare maashi yalla qoday rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka qodayo kamid aha oo muxuu aha dhagxanta ururinayo carada ururinayo arada maxaa lagu ururinayo nin walba go'iisa lagu shubiyo ku ururinayo حتى بعض كانوا قضي مربان توقاتوا قضي يأسوا عليه الصلاة والسلام هذا ماشي على قضي لفيسكي وينا قال هذه هدي صوص عطيبة لأن كان معوها مدير ما كان لقي قيل يوحد كان بني قريلا ذي انهار تقبتي غير يهود قال هذه صوص عطيبة بجد وينا ماشي على قضي ما يلم ملك كرب الملك حيي بن أخضب كي يأسوا أرضيه بني قريلا ويمد وحيي لن ميهم ما أنت محمد هلفها لقاضية هل حبك ما هري بالله أنا كنت جرنا أي شيء كذا أنت كم بحذان دجال كيف كسر النقطة قل لي بحي يروني هو نكمل بالله أنا نوت الله من الدايس ما يا ما ور بالله هذا شيء محاوي هل حبك اللي تيجي ما يا بالله هذا بالله ما جت سوق الله دجال وين يواي ديار رسولك وركي مغلي فوق أسود دير سوهم صدقين إن بالله بريت أجرته سوق هذه على سوق هذه آه وين يهيب جري وها إلهي النصر والنصينية. إذا حركة أرنتوا أي مريسو غير يهودنا أي بلن كي كبح عن ربني قريدة. يا واحد صو إسلام قرطنا عرفت إن كمذا هايو. لذي يجري نوعين بن مسعود. يا صو إسلام. ذي كاري إسلام نبدي سقرطنا عرفت الله سعد وك قرصي. سلوا ماله رسولك ويمي. غير رسول الله وان صو إسلامي. الوحون قرطنا أن قسم يشيء. غير دم هل روح عطاي وحول مسويين كرتدي إن هذا كله جبين كرتس كودي من هذا عقل بدنه هو أرض غير يهود أتجه غير يهود جيست ولاي هي هي ذاك إنك بدأ هاي وأن مارة النصيحة هاي محمد إلا باب يوديار أنو هاي سومي أجدين ها وران إدي هيا قال ذا غير قريش ويد قال ما يعني ولا عربتها هي هدي لقى أتكاذو سيدي واجي أحد ما قرني سيدي يو بدر يو أرد كي أردان ما كسوك استاجي مايا. إذنك بلنك وكبر بحد النبي محمد وأوجي بلنك كبحدين. قالوا ذا ما كي جباره عرران. محمد يأذيك إلا واي. سو ما باب إيزا. ونيهم حاسم إن إنكار بعد وارب تاري. تلفي عنا إذا هاي كراه. هي. قالوا ذا عرفوا حقت هذا بقول ويل. نوكينا. ما لا وحبسناهنا. هذا أذكرنا محمد أم باب إنه خير ولشينا وحسن إنسان هذا نجع عرفتنا كوبنا لايننا سيدا كلها سيا عرفت عرفين الله إلى رأي في عواي ورفي على شكت واي وأرد عرفت يقطعه وعير عربي اللي جسته هاي والله إنه بني قريدة إن بالله كم حلو جير ودجال هدي سوق لينها وقال لك كوا وكني دامودهم هي هذا قوم موضين محمد يقدر يوفدي وهاي كلها بالله مين بقول ويلو عرفت أن إين كي كون كين إيناي نيو أننا نده بقول كأدليسي دي هي هي قلنا نده بقول ويل إدي ويدستان محمد يقولي بربان أوجاد قال لي نهي بقول هذا الشيء هل من يقولي بمين هو إذا بمني قال هذا يهود إني ما كي ويانا حيرا بقول ويل نودي ها ها وإني كي ويل شيء جاي وياه بقول هذا الشيء هل ويل لو إدي بمينه مساس ها دقال خبي دخل ما يجرو أرضوا كلا جبين بمركبة هذا كلا جبين والله ذي عربت وجد كي بيسوكر فريستان أدو ليه بيبي وحبال سكو جنجر الناس حابي وأدو في عنايو يعني قال ذي أنصاري أوس مدحوها اللي جري سعد بن معاذ يا الله وعمي هو اللي بكون عي رسولك عليه الصلاة والسلام سيد الحديث الجيي ما وار أدو ما كده بوادي من دورة إلهي مبريو إلهي يوم هذو دجال كي رمادينا، وقولنا قال هذا إيجابتينا، إلهو شهادة يقدر يكتني، وكلن طبعا، هديس قولنا دجال كده وح وكهري، إلهو إله أن أركو قولنا ولتش بيه يدلي، إلهي وكأقبلي، قولي عرفت وعرفتي، ولما جاء سيدا يكون عرنا وحي هاي، نور يلا بتم بريء مش فريين، ومدينة هريين، أطر إله وليه هاي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم كر يهوس بو إذا كي يبادين قد كيوم بيسو دافي وايه بارك أيوه ماشي فرديو
بهبين كده بوحكو كعي دبل زائدة يقبوك درن والكي دكسي دب خلاص عربة أفقر بروك سارية خلاص فتقبوبي نافكي لك عيب واسي نعيا روح ما يستاجيك رب الله دبل له وحتى أفقر كعدي قبوك درن نواكو نعي حذيفة بن اليمان وأردتك شاكين يا وحيرة رسولك عليه الصلاة والسلام يهديك إيه ما هو دوير رسولك لما كان ينص جاسوسا أو دواتا هاي ستايبل حلدو النص وهذا واحد الألوية كلها لهو عبسي أي واحد ماشي يلا وما يشرب أولياء لون توضها يديني ماذا عبسي رسول أنا إيه رؤله هدوس إيه رجع متعين ولا وإيه حذيفة بن الأرض لما كان صوت جاسوس صوت لونتي أصور نحجلي هذا صور نحجلي بلا يده هاي ستنمك يضبش يقود يري يورف أبي سفيان هو جميل يا رضي الله عنه وجد بس عام جليل ونغضي يا هو جميل يا عيدك نفط بركة قبته استاج أبي سفيان هشي سيوفه وعير إني ما يود جيست غربة يشيء رواية نمن غربة نيكا كحيبها هو بصدق كلها إنه جاسوس بنقول نحجره هذا في ما يشوف اللي عم يقتاه كي ميدك يف اللي عنكو بودو ده ورا عندك هذا هبل كان كلام عنكو بودو كله حاضر هذا هبل بس أنا عند واحد ويجي سمعنا كلها ونقول إنه جيست أرك إنسان ماشي ميل جوجي كرماها ومحو هذا قال الله ما دعي هايو أنا جينا ورا فاضني أقولينه وياه أرك وعرضين هذا في أصلا نقضي وكا بركة أرنتك الصدى الصدى أقول عليه ربي كشيء كيني سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا مؤمنين اذكروا حصوصا نعمة الله إله النعمين تيسى عليكم دشين وإذين نعمية إذ وقت يبون إذين نعمية جاءتكم بإذين تمت جنود عظماء ذيهم فأرسل الله واندرنا عليهم عظماء وحن كدرنا ريحا ضبيل يو جنودا عظماء قبوا يو بلايا كدرنا عظماء سلم تروها إذنك وإذي أركين وكان الله الله وحوا هذا بما تعملون وحا سمينا سمصيرا وأركين إذ وقت بإذين يمادين جاءوكم إذ وقت بو إذين نعمية ربي جاءوكم عيدك إذين يمادين من فوقكم حق سرى إذك جيمادين ولنك مكاء ومن أسفل مال هوس منكم إذك هوس سنة وإذك جيمادين ولنك شام أنه إذك جيمادين وإذ وقت بوئذين نعمة يزاغت أي اللي حتى الأبصار وأرب روح عبسنا مركع أي كم بضاته إنديه سماش أي هيان حتى مقرنه زاغت الأبصار وحلوج إذا مال فيرين هاي سمقرن بيس عبسنا درته إذ وقت بوئذين نعمة يزاغت أي اللي حتى الأبصار وإنديه أو بلغت أي جاد القلوب وتنيالهنا الحناجر لونت أي إمادين أو تظنون أدوم لين إسم بالله الله أظنون بلوين كلدون يعني قارنا إله إنه أهيلنا يو ووزن هوجينيني أي ملين مؤمنين ترسمك منافقين وحيصنا هاي ومانك لباب إلها هنالك وقت قاسا أبتلي على امتحان المؤمنون مؤمنين توال امتحان وزلزلوا والا لولي زلزالا لولي شديدا درن إيالا لولي dibaatadaasi in muuminiinta lagu rido waagaasi waxyaabaha xikmadii ku jirta waxa kamida ummada muhammadiyada ummadaha adduunyada soo maray waa ummadii ugu dambeysay oo na fadliga badanayd kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ummada muhammadiyada waa kala fadli badan tahay qaybtii ugu fadliga badanayd waa asxaabta rasuulka oo ar-ra'iilul awwal loo yaqaan asxaabta rasuulka wii alayhi salaatu wa salaam yaa ugu fadli badanayd mar haday ugu fadli badnaayeen روح قيمه سيء فضل جيس أنت أوجو ويو امتحان في سنة الأجيال وادو يلا لو امتحانه ورسولك وحكسه عليه الصلاة والسلام امتحانك إنه يهي الأمثل فلا أمثل سيد الله كلا فضل بديه يو امتحانك بديه هذا ما ما دام أصحابته أيهين ادو يلا وحصوا مراء ومضى أكون يو فضل بدنا يا إله وحو كوري امتحان فضل وضع أكون موجيني ثانيا ربي تمييز يا كلا سعيدنا ويك هيدو حكمة يا هيدو قلوب مؤمنين ورسمي هو دبعت كستو كنا عدو إيمان كذا واحد تنازل لي لهذا أنك سمينينين أو إيمان كذا يا مؤمن ما ضد الدين تودا كل ما نيو يا قلوب منافقين أو إشافلاتين يو هذا عرفت إسكو توصلت هاي نمؤمن إسكا هانيا هذه وحقة أتكاتنا خلاص ده كله كواسا كنا حجرا قال إلا كلا ساعه إلا كلا سوعه يا حكمة كل جرتاي كم إذا هيد وكا وإذ يقول واذكر ذلك أشياء إذ وقت يقول أي الهيان المنافقون منافقين توحي الهيان يا والذين قلد في قلوبهم قلب وذا وكسوا يهي مرضوا جر
ما وعدنا الله الله نوما أصلا بلنقادين يا ورسوله رسولك نوما ينبلنقادين إلا غرورا خيانة ويا وكلا نوما ينبلنقادين بيرهدين وإذ وقت أي الهيئة قالت أي الهيئة طائفة قل قلده أو منهم منافقين كم ذا يا أهل يثرب غير مدينة لا مقام مكان جوجتان لكم إذا كذين مسونا فرجعوا نقدا ويستأذنوا ويفسح قادنا ينفريق كه كحد أو منهم منافقين تكم ذا النبي النبي يفسح ويدسنين يقولون وحي إليه إن بيوتنا قريها أنها عورة كوجل عسوي وما هي مرأة بعورة كوجل عسن إن يريدون الدور ميان إلا فرارا على الموي وحكل الدور ميان قل هذا ماشي الجوكت وحكم لها قل منافقين وإسقرين يا مؤمنين إسكدي قيي إسلام مركا أنا قلبي قال كأها قل هذا منافقين تها حكمة انتحام كان لو سمين يا بكم إذا هاي قل هذا سئين لم وجوب أنك الله سصار قل هذا سيد سندح قيب بينهم قولا أفهم يا عايتنا بالابين ووحي يرادين إلهي رسولك بين وحانه إنه ما إشيييني دين تنا ولو قرقاريا دين تن ميل فوقي قاري دونتا دين تساهواي مدينة بنا لقبابين هيا قول ما يدين ميل قاري واحكا جرمال بينا إنه شيء يا خيانا إنه قتين يا إلهي عليهم لعنة الله قولا لبعضنا قولا دي مؤمنين تأي وحي كل ديان عبسي يا لقوي ووحي ليهين والميل لجوه من جوغني رسولك وركيس بال ها دينا اسك دغنو اسك تغنو بش هل جوق من اون نغنو مدينه غدهيد هدينا لوغو يمادو دمشاس waxay noqotaba meshan aan joogno na lagu laayn rabo aan ka tagno muuminiinta qunaayd ee dagaalka ku jirtee diyaarka ahay ayay lugoynayaan qayb saddexaadna rasuulka ay u yimaadeen waxa yiraahdeen rasuul allah anaga guriyaha naga xun ko gurigeyga hadaan aragto meel walba ka duleela tuug iyo cid walba way gali karto hay guriyaha rabna inaan ilaashanne marka anuu nafas xarto guriga balaan soo hagaajin in yiriiduna ila faraahan bulay rabbi beena sheegayaan in ay arraag bay doonayaan saddexda qayb bay noqdeen waka udhkur dadka u sheegay waqti yaqulu ay lahayeen al munafiquna qulada munafiqiinta iyo waladina qulada fi qulubihim qalbi wada maradun udur u kusugna maradu shaki way diinta way ka shakisnaayeen waxa yiraahdeen ma wacadana allah ilaah nooma usan balan qaadin iyo rasuuluhu rasuulkiisa midraba nooma iyan balan qaadin illa gururan khayaano bay noo balan qaadin wa adhkur u sheeg in waqti qaalat ay lahayd qaifatun qala oo minhum munafiqin takamida ya ahla yathriba reer madina waagi hore yathriba la dhigi jiray madina rasuulka u bixiyay alayhi salaatu wa salaam door magaca rasuulka u bixiyay kamitaay مدينة يا طيبة يا طاب يا وحصل إلى هذا معرفة في عبا إلى الرسول أبي عليه الصلاة والسلام مدينة الرسول الله هنا ولا إلى هذا مجال الرسول عليه الصلاة والسلام ومجال الدجان كم وهاي إلى قيام الساعة على الدجان وها والرسول إلى هذا الدجان يهاي وإذا قال طائفة قال وحي الله ين ومنهم مرافقين تكم ذي يا أهل يثرب رهن مدينة لا مقام من لجوا قال لكم إذا كان إذا مسونا يفرجعوا النقطة ويستأذن ويفسح قادنا فريق كوح ومنهم منافقين تكمد أن النبي النبي يفسح ويدسنين يقولون وحي إليه إن بيوتنا قريها أنها عورة كوجل عسوي توجد قلك وما هي مرأها قريها سب عورة كوجل عسن ماها بين بشيء يعني إن يريدون الدون ما يان إلا فرارا على ما يوحك لدون ما يان ولو دخلت هدي لقل لها عليهم دشوضة من أغضارها مدينة جهوي كذا هدي لوجس وقل لها ثم سئلوا لويدين لها الفتنة تقالوا لا أتوها قالوا قال لماذا يسيني لها ينو بحن لها ين وما تلبثوا ما إيان كن نقادين بها قال لماذا سي إلا يسيرا وحي رموية والله بان كبراتين لقد كانوا وحي أهايين عاهد الله الله قبل الله بلمين من قبل هذا كهر لا يولون إنا ينجيدين إنا الأدبار الربركة وكان وحو هذا عهد الله إلى بلن كينا مسؤولا من الإسويدين إله سبحانه وتعالى وإليه قال ذني إيمان حمضوضة إيمان كأي شيء ريه وحكا جرائل وسنجرين hadii ay dhici lahayd madiina inta lagu soo galo oo madiina gaalada intay ku xoog badisaba gudaha inay soo galaan isla markaana la yiraahdo ruuxan gaalobin waan dilayna muuminiinta dabta ee muuminimada ku dhiman lahayeen oo say u dagaalamayaan u jihadayaan shahaado yaay wada shahiid noqon lahayeen ay dhiman lahayeen qolada miya wama talabathu biha illa yas inta la waydinay kaliya islaadnimo afka si sheegan lahayeen war magaalobaysan mise waan ku dilayna inta la leeyahay heli magalo weysan mise waa ku dilaynaada la siidahayba waa gaalowday hore ka dhigilaayeen oo markii wadiinta waa ka bixilahaayeen ee walba diinku ma ayan jirin intii afka ay ka sheeganayeen bandhanka ay ku tuuri lahaayeen way yahay kaas rabbi wuxuu leeyahay ilaah bay ballan waxay kula galeen
inay muuminiin ahaanayaan oo muuminnimada ay ku dhimanayaan goray ballanka la galeen caalamu dharki ballan ay la galeeno ee qoladii alastu bi rabbikum rabbi uu ku yiraayo balaa yiraa ay ka mid ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ballan buu ka qaaday oo inay muuminiin ahaanayaan oo muuminnimadaasi ay ku dhimanayaan ballan bay ahayd ballankiina waa ka baxeen hadhowna waa la weydiin doonaa ولو دخلت هذه لسوغلي لها عليهم دشوده هذه لو سوغلي لها من اقدارها مدينه جهوينكيد لغا سوغلي لها ثم سئلوا لويدين لها الفتنه قالوا لويدين لها قالوا بالليرا لا توها غالمدي ايي سين لهاين وما تلبثوا كما ايي جوجين بها غالمداس الا يسير وحير مويه والله لقد كانوا وحي اهاين عهد الله الله قبل لبلب من قبل حتى كهر لا يولون ان ينجدين ان الدبار دبرك وكان وحو هذا عهد الله الى هبلنكينا مسؤولا مثل اسويدينيو قل وحا تراد لا ينفعك بحب ايدين تريمايو الفرار عرب ان فررت بهدي اد كعررتان من الموت دمشاء والقتل دليل واذا هدي بعض عررتان لا تبطعون لا ايدين راحين مايو الا قليلا وحير مويه اي سيده ما دغال هدي اد كعررتو ملكود ما كداينيا انت دولاني ان يرو لو قوري وي ادا دغالك غشو انت ايرا دولاتو لو قوري واد نولاني او دغالك كدبن ميسي haddii dhimasho lagu qoreyna ararka ararte ku badbaadi maysidee saacadi marka la gaaro nafta waa ka baxay mar walba waa dhimanay oo darar wax uu ku taray lama arko qul waxa tiraada lan yanfa'akum idin anfici maayo al firaru arar in farartum haddii aad ka carartaan min al mawti dhimasho aw al qatli dilitan wa idan marka aad araraysa la tuma taula la idin raaxin maayo illa qalilan wax yar intii idin qorneyd un mooyee قل وحات رادا من ذا الذي كيبا يعصمكم إذا كإلاليني من الله ألي إن أراد الله دو إذ الله دو ربكم إذا كسوء حمان أو أراد إذ الله دو ربكم إذا كرحمة وناك ولا يجدون أغان ما يا الله ما يغا إنو أصغنا دي من دون الله إله غير كي حالو يهي وليا أرنت هذا وحكت لي إيا ولا نصير وحوه ليو مالك سوي جوغر هدي أي عرران إيا هدي أي دقالك القلان إيا كل أرنت هذا الله قعان تقوايا سبحانه وتعالى عيد لك الدفاع كرتنا لبارك هذا هو رجل دون ينا عيد كهرجوك سنكرتنا لبارك هذا هو نبات دون ينا عيد كهرجوك سنكرتنا لبارك قل وحاتر هذا من ذا الذي أحد كيبا يعصبكم إذا كإلاليني من الله قال لي إن أراد هدي إذن لدون يبكم إذا سوء الحمام أو أراد أمو إذن لدون يبكم إذا رحمة وناك ولا يجدون أغاني ما يال اللهم أيغا إنو أسوغن يهي من دون الله إلى غير كي حالو يهي وليا وحرنت هذا كتل يأيو ولا نصير وحوه لي مدرب والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.